السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد من الصف الخامس، واليوم سأتحدث عن العمل الصالح والإحسان. هو عمل أو فعل أو قول يعمله العبد لكي يتقرب من الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى في سورة البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شكراً.